كيلان بورج ندينا كوني غمس الخير في اللوم ومرحبا زيوم ذي تي عضا الاخبار سي تامازيغ وقمز قورا كذا بتون الوقت نوم جار ذي الولاية نسعيد اي فلاح من لان قارن باللي اسقس ذا زعيم يلا بالخير وبالخصوص زفري ميزون عطا اي مكان وتغيهن سسون ذي سنسي ومن البيار بزيات فومن ننوثها قارن والحلزون سيثمان ضايت الزراقتك سوسننس الغلان يردن ذن نعمة غيدي لاغف الدون تاليث نت مهران وسقوة سكي عندها في اللحن سلاما لكن الغلاغات اللي غتزاد ماشي ذكرى أنا من ثمانية راني داير خمسة زرع واحد قمح وزوج هديهم السوكي دائما نقلبهم ونخليهم كل عام كاين وين يعطيك القطار من يكون مليح 30 35 40 منين ما تكونش الحياة نيشان 20 25 توجور طالع وهابط ثالث نسر وث ذا تمهران وسقوة سكيث ميزقد لك ذوهيل نجرد نتفلاح ذيك توحسافن ذا سوري في سوازاليس أكنا ديلي وضمان لمن تقولا وتقيد ثمور يمانيس سلغلا يكي ضايت زراقة هذا المحيط اللي تربع على مساحة 1500 هكتار مسقي فيها 1200 هكتار فيما يخص الحبوب فقط في مختلف أنواعها قمح صلب قمح لين شعير وخرطان نتوقع إن شاء الله إنتاج يتجاوز 77 ألف قنطار إن شاء الله وكلها عندها إمكانية أنها تدخل إجباريا إلى مخازن سيسيليس لأن أغلب المعنيين كانوا استفادوا من إعانة الدولة فيما يخص مجانية البذور وأيضا الأسمدة مريم للفغيان ذي المجهود النفلاحن ذي المعاونان الدولة أي كيان ذينا لديفانون ذو النار سلغلا يفازن وباش سنقصن سي الفتوى راني دري من نساغن زي سي برا نتمورث الدولة ثتين هبدو هتعاون إذا يستخدمن إذري من ذي وزوث نقضني محل الحمص لعدسة كذيباون ولا بلانا قورن كيذس إفلاحن يقار ظهير باطاش التجربة ثمن زوت وزرع أن الحمص ذي الفرميان ذي زقان ذي ثمان نروكس سيدي مخلوف ذي الغواط 40 هكتار إكزرع إثيكلت ثمن زوت ماس محمد يعيش كذو الرويس 40 هكتار إفكان ذي الغلان يلهان بالعادية يجمعوا شعير والخرطان وما إلى ذلك اليوم راح جاتنا مبادرة ونظن من السلطات العليا الفوق اللي هي أن تعلل الحبوب الجافة يعني اختيار سليم لان هذه ماهيش حاجه راه تدينا في عمله صعبه كبيره ولهذا حوسنا يعني نندمجوا في هذا المشروع اللي ان شاء الله ربما يكون علينا فائده خير وعلى دولتنا وعلى شعبنا وعلى ارضنا على كل حال التجربه يعني وزرعنا الحمص دي ثمايا تصجديت غفايان سان كران نغبلنا لمعنى غياكين ماشي غذين قلنا ذكور غف في مولان وكلا يوا كنا كملنا الخدمه سن ودرجون الغله يلهان كوكور نجويليان اديث دون درنا 45 هكتار حمص عندنا الامكانيات باه نخدموا راك تشوف لي بيفو دايرين اللي علينا نخدموا بجهودنا والحمد لله لقينا شويه صعوبات حنا في هذا الاعشاب الضاره جابونا مهندسين بصح عندنا ما عندناش نفس التجربه حنايا والتل بينا حنا هذه بولايه القواط وتيارت مانيش كيف كيف تراب ما هو كتراب كل حاجه ما يكب وهذاك على المطر وحنا الساقي موش كيف كيف لا الاعشاب الضاره ضرتنا ياسر ودرنا المستحيل تاعنا حتى وين كنا راح نخدموها مانيال بليد 45 قطار تجيب لها خدام وراح تنهل حشيش بليد ماهي سهل انا باه لقينا دواء مين جبنا حتى من قلمة حتى قريب كيما نقولوا فوات الاوان بسوام غاليه سوام كبيره ياسر وان شاء الله احنا نطلبوا التوفيق من الله سبحانه وحنا ماذا بينا نعودوا في مبادره اكثر وماذا بينا الناس كل تخدم هذا الشيء ثم ينغث سوسنس وسوفغ الصناف اي مخالفا نسقي اي قورن يقيم كان في مضبرة ندلهون إي سام أكثر وتعاونا يوكن أدفوغ الغلاء يلهان وسلق دارات مقرن وبشر نيم ذي الغلاء ثمني شغران ذي الحود ذي عطى الولاية ثنت مورثناغ بذان ستشار من البارجة ثوامان سي الحود محل ماكي للحال ذي السدن بن هاروني الذي الولاية نميلة أقار نوال حال زون في كيو ذكرى الصناف يمخالف النس المنن ددي لا وضلاق انتمارد داشن سن دقو باراج نبني هارون دي الولايان أنميلا سوى كيف ذا وهيل نوربي النس المن دي لوان دي يغيس قادن تراجون أكن الغلياكي غادي دي أما كثار يوسقوا سكي كان سعى الأقل واحد الخمسين واحد وليس بكل رزق صحة من ومليحة كان الحوز
بصح التاخيره الاخرى هذه نقص بزاف ما عاد ما كانش. ماذا بينا هنا كي تعود حركه لهنا ويعود كاين الحوت وتعود تجي مليحه الغاشي بكل يستفاد. فاذا تاع هذا الاستزراع هي سهوله عمليه الصيد للصياد، يكون في راحه تامه ويكون الوجود وفير. احنا نستحسنوا هذه العمليه لانها تساهم في انتاج الثروه السمكيه وتقلنا العمليه تاع الصيد. نحن عندنا دي كونفونسيون مع الصيادين. التجربه هيك يا سي رئيس نانين الغله غني سلمان ضغط رفقا هيك يا غني سلمان داين رئيس نانين الغله نت في اللحظه ايمي عيضو من سلمان توغالن ذلانكري اريدون دغمان نبرج يتخصن يوسوينت في اللحظه. خمس سدود الانطلاق من سد بني هارون ثم بعد ذلك تعميمها يعني في الثلاث سنوات القادمه الى 57 سد للسدود الموجهه فقط للري، وهذه طبعا فيها فائده كبيره انه نقصوا في الاسمده. 30 غفل مياسي تمرد الدش تخصني والصفر وراخت وظلقنت ذوق براج نبني هارون ذوق راجو كانت تجربه كي غادي لي دي 17 براج نتمورثنا سيثورا على ماذا قول ان اكتوبر دي سدو. وكذ العواشر من العظام قران جزائريا صغري بني لان دي مورثن الماريكان كذ ابتعاد من العظام قران لان تملقان باش عودنا سموكتين العوايذ نت مورثن سن مورث اللاصل وهنين تلاغان مولان سن سيسيان حقرنا بلا مترف. يوسف ميسن تمدين تنبسكرا يسعد دانس ناس سوية في ذق وبريد إيو كنا ذي مليل لذ الحبابي سذوي ذي ستيلين من بعد ميديوغي خريانس الانترنت يسدي وكن أذي خلص قريب 350 دولار وذي سعد دين العيد ذي الفيرما ياكي بو احنا يا أصلنا في الجزائر من بسكرا احنا ساكن في فيلادلفيا خيرنا الفيرما هذه عندنا بلسكو ديزون كرانا هنا يخلونا نريزيرفيو ولا نريزيرفيو ولا الخرفان تاعنا على فونس وكي نجو الحمد لله عندنا كاين الوساعه كاين الماتيريال كاين نغسلو نسلخو الحمد لله يعني مساعدين. من بعد في مزلا ذلاوان بوسلاخ يوسف يتمع وانا ذاكي ذي رفيق نيس. نجو لهنا المزرعه هذه حوالي ساعتين سياقه باش نلتقوا بالجاليه الجزائريه اللي متواظبه على القدوم الى هذه المزرعه حوالي 12 سنه أو أكثر أو ما يزيد على 12 سنة باش نديروا الأضحية تاعنا. دي ثمية جيني تيدير عمي عيسى يستحفظي ثرواس ذوار روب والراويس العوايد الندين. هنا كاين جو عائلي وكانوا تذبحوا وتحس كيما البلاد وفيها يعني دراري يتعلموا الدين تاعهم يتعلموا الأعياد تاعهم. و it's really nice كاين a lot of activities for the kids. عطاس القديشات يدير سني وراش يوكني مقارنة ذي كملن لشغل نسن ذي الراحة وذك سن الخيق وراو نسن ذي ثونات نتذوك لي ياكو ذي الفرح. I like celebrating Eid because we get to spend time with our families and friends. نحب celebrate Eid وباهي نهنا. صحيكم from Philadelphia. فوسي الامريكان نروح نزور الجزائر لان دي فرنسا مالك مانك لانس ماضن العواش الراو باش عاود نقرا العوايد نسن إيه توسن زيسن مورثن القنصلي في الجزائر دي بواتواز دي فرنسا قرين يشت الوعد الثب دائما ديس الحساب سي جزائريين لان دين ووين المواكل نت مورثن وصدم ضمن العيد دي اتعاد قار ليلى سي الطيب. إذ العوايد نيجيريين يوسفو قلت العظام قراني دي جمعان يكثي وشولين ثغريفي نيجيريين بونتواز دي فرنسا وكنا سعدين العيد يثغناثين الفرح تعيشي غير ثمثيت وثفايدة غير ثمايا وفرحنا تصمي درزي غرصاني ونجبعات غير يثنطبلا وكنا سعدين العيد إجمع تقنيت عدد النجمة ونسعدين العيد إجمع علينا السفرحة نأمين كنت تدير ذي الغرفة العيد تاغونيتنا الفرح ويدي جمعان يكثي وشولين تغريبين نيديريين وسمكثين العوايد نتمورثن سن اماكن داغن تاغونيت وسفقين للعوايد نيديريين امز داغن تمورثاكي العيد تاغونيت وكان غريب لنا غيديريين عند نجمعان كيون ومكان ونشتان ديني دي تاجافين غريب لنا غيديريين وذين اقلاقا في الطفلان العيد تمقرات دي جمعان يكثي وشولين نيديريين ذي الغرفة ودي السفقان نروح انتهمات يارسن زين نهار اليوم مبروك عيدكم.
دي الحج إنو جيو من الرحمن دي واسويس نسن متشريق لاند كمنن قران دي المناسك أكثين من الجمرات دي مشعر مينن دي توسن بسيواس من النفر رمزوار من الحاجي طاقة يعجل وين فرسي مينن زفري مياي كث جمرة العقبة الوسطى ويروح الحرم المكي بشي قر الطواف من الوداع والنتان المنسكن قران الحج ولازم الشرط برك أيلي وفوغيس سي مشعر مينن قبل المغرب ويذا أيضا طاقن كمل النيتشا واسويس ثلاثة سي وسن التشريق واسويس سنفسي النفر وتصور سي البقاع المقدسة. والحجاج الجزائريين قرينا المنسك وقت الجمرات وبدنا كذا سن البعثة وسقمضن تمحال ما كيلزم الحال وسهل الناس إن الكمتي لاقن ودعان ربي سبحانه باش يحفظ مورث النغ ويسيغ الخير اللي مثني مسلمان من الان. والحجاج الجزائريين قاع وهنيئا لكم إن شاء الله وهنيئا لنا ولكم إن شاء الله. عاش الجزائر الجزائر عاش الجزائر ها الجزائر لكم ولدي الله يستركم الله يستر بلادنا ورئيسنا وعبادنا وكل وليداتنا إن شاء الله الله يجيبهم لهذا المكان يا ربي يا ربي قال المسلمين جميعا الله يحفظكم إن شاء الله ولدي الله يعطيكم الخير. اليوم كملنا المناسك يا ربي تحفظكم وتحفظكم كاكي وتحفظ بلادنا وتحفظ الجزائر. ديش تلقى سيدا هو عر عطام مثن ربعة وتوجرح ثمانية ذي وبريد ويس 14 يتوين سيل ويلين تيارتر الويلين تيسم سيلت ذي جهة من القباب البلدية من سي الحواس لقى سيدا يا جار سناث الطنوبيلات. هذا اليوم بتاريخ 18 جوان 2024 وقع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين مدينتي تسمسيلت ومدينة تيارت. للأسف الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص و 6 آخرين جرحى تم نقلهم إلى مستشفى تيارت. يعود سبب الحادث إلى تجاوز خطير لسيارة سياحية أدى إلى الاصطدام مباشر. ونطلب من مستعملي الطريق احترام قانون المرور والحيطة والحذر أثناء السياقة ويبقى الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف جميع المواطنين لتلقي أي تبليغ. السادي برج بجي مختار مضلن المجاهد دي تغذي جبهة التحرير الوطني للحاج كبير مختار وحضر من الجنازة مولاني سكد المجاهدين ذي الورن الشهداء بزياد في سيم ضبرا من الولاية أكذي من ضبرا من العسكر والوزير من المجاهدين ذي ذي غرسن الحقوق العيدر بيقى يعزى وشورت من المرحومة كذي مدوكالي سيجهد النكيدس ويعزى يمزداغ من الولاية برج بجي مختار ويطلب سير بسبحانه بشه يرحم ويستيذفر الجنة ثكذ النبيين ذي الصديقين للصالحين إن لله وإنا إليه راجعون. ذي الجناس وفي الحال ذي فلسطين صباح ذي البجر العسكر نوذين قلن يشتل الجريم ثنيظن ذي ومكاني قيضان نصيرات أكذ البريج من استشهد 17 فلسطينيا واستشهد إذا ناض 10 فلسطينيا وتواجر حن عيطة كثين تن طيارات من العسكر نوذين سيلبون بذي الجيث من المشروع الشرق انت مدينة رفح والحساب من شهداء وضر 37347 أكذ 85372 في مجرح قار عبد الله سبع رقود. دوكي إذا شنقوا الصهيوني تعدن غف ثوذرث وريسعي العهد ذلمان يكاثو ينقم ذنن يطرف ودي سفقن لجريمانس إيواس 251 سقيمي فذا صدمثنس غف غزة ستيث الناس غفيم تجارن يتنادين ثلويث ذلمان ذو السيوضني سوفار التوذرث الفلطة دسن لكن اللي نتراجون دولني سوفار المعاونة ديك شمس يتليسن الفر ذي رفح إيوكنا السيوضان كراني سوفار إيواث مثل السن ذي ثمناضين نغزة لقدلو في مهجار يتذيرن لحالة الخصاص قسيحن تقونا ذي غفت القيمة التوذرث مبلا مرجان وفنينا رفلاس لميسيل ناربلان وشنقوان صهيوني يوثيثن من بعد ميسني في كلامان وذغلين الدقسي مغارس لقذي مجراح يغرس قتلوا التجار قتلوا الناس قتلوا الأطفال قتلوا النسوان بهدلونا يا ربي. أنا بقول بس حس من الله ونعم الوكيل أكثر أنت كده بقولش عند الصفو
صاروخ، سبع صواريخ في بعض، كل واحد يروح يجيبهم هو ولا مقاومين تجار رايحين يجيبوا الشرف يا غزة عشان يطعموا غزة شرف. هذولا كل ما يروح واحد صاروخ يخلع الثاني. أشنقوا صهيوني تكمل الجريمات النس في ثلم دفع تكمل السام بلا الحساب غفية كثير من ناظرين غزة لمخيم النصيرات البريج لقد رفح الجريمات يفغني ولا ورث الدير ثلسة ذي غلين الطسن الشهداء لقد مجرح القوس وثلاثان العيد هم قرانت لحالة ذي غزة وثليرة تقنية العيد في ثسر بلان أنظلن الشهداء لقد مطين تيم مثين ثجل لقد سروان يفجلن ولي حلاق السيحث تنرنيس قوس غرويض سولغون سبيطارات نغزا كنوز ميرنرا الذوين وغيرني مجرح ذي ثليث ذي غيرن 3000 نواراش تيديرن وغور لخصاص نيسوفار نوتشي لقد لخصاص ندوا لقد وشرا ذي نقجان رشاكي تيديرن سقوس غرويض سوسير وذي غزة دائما ولاش ذين الفرحة من العيد ذي الوسط بالحزان اللي ذي سنة فلسطينيا في السبث الجرائم من ذاين من اللي نسق مظن وسان وعرن عيطة أمر سول نتليفزيون بسي غزة وسام أبو زيد وزن أتصويرت الحزان ما نكهلا. نحن اليوم نتواجد في منطقة مواسي رفح هنا أقصى جنوبي القطاع لنرصد معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام وكيف يقضون أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء حزينة، شو كيف يعني بدك تعيش أنت؟ أنت عايش في برص في رمل على الشط مرمي هيك ترمي، لا أجى على بالك عيد ولا رحت على أختك ولا رحت على أمك ولا رحت، كل واحد مضطرد في منطقة، متشرد في منطقة. هو إحنا في عيد إحنا بنطبق شعائر الله سبحانه وتعالى ونحتفل بالعيد رغم كل الألم والجراح اللي إحنا فيه، إحنا برضو نحتفل بالعيد، هذا عيد الله أكبر. نحترم شعائرنا الدينية والعقائدية رغم يعني الصعوبات اللي احنا بنواجهها. هذا هو الوضع هنا في منطقة المواصل، مئات الخيام التي تنتشر في كل مكان كما تنتشر في كل المناطق الفلسطينية وسط قطاع غزة، دير البلح والنصيرات والبريج وخان يونس، وهنا منطقة مواصل رفح جنوبي القطاع. نتكلم عن منطقة كبيرة تعج بنحو 2 مليون نازح فلسطيني وكلهم يعيشون في الخيام ولم يشعروا بأي شيء من مظاهر العيد. سنحاول الدخول لأحد الخيام في هذه المنطقة، هذه الخيمة التي لا ترقى للمستوى يعني المعيشي أو أنها يمكن أن تكون مأوى لنازحين فلسطينيين. هذه خيمة من أحد الخيام للعائلات الفلسطينية المتواجدة في منطقة مواصي رفح هنا، يعني يفتقدون لأدنى مقومات الحياة ولا يوجد أي مظاهر للعيد لهذه العائلة الفلسطينية. مر علينا عيد الأضحى، هدول يعني الأعياد اللي وردت عنا في القرآن، أحلى عيدين إحنا هدول بنستناهن، لا حسينا بأعياد لا حسينا بفرحة. أطفالنا تطلع صور الأطفال، بس وريهم منظر الأطفال في العيد، إحنا ولا كأنه عنا عيد. بس أنتوا شايفين كيف الوضع اللي إحنا فيه، خيم والجو كتير حار وأغلب الأوقات كل الطهي بيتم على النار من الصبح لا بالليل، طبعاً ما حسينا بمظاهر العيد، هي الأطفال زي ما أنتم شايفين ولا كأنه في عيد، بهجة العيد مختفية كتير هان. فلا شك أن هؤلاء الأطفال غابت عنهم فرحة العيد، لكن أيضاً غاب عنا جميعاً 17,000 طفل فلسطيني استشهدوا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. أنا ولا الخبرة ثنا تمر ثنا وسيل ولاية من قسنطينة فنان خير من اجتياد بشجر من الفرحة من العيد سيل الفن المالوف في توسن ذي مدينة قسنطينة سي زيك وسبينا مصل ذي خير ثاكذ الفن أجزيري قار نبيلة مترف ذي العويض مازال بالدنتار الساعة يدور ثنا غار الجدود ذي اتعاذ من كل ثليث ذا غذقو السنقين العيدي فنانين التمليلين يلس ذقو خام قيون التونيت أذم غفارا وذ سعدين ثونيت نشنا ذي الموسيقى وهدي ملمة العيد هدي اللي تلمنا وحنا مبكري في ديار عرب وعن بالكم كيفاش كنا في سويقة وهديك وفي وسط الدار والله والعرس كيف هديك الحطات وهدك وزل العيج والداير
هذه تسمى عادات قسنطينه، وقهوه العصر ديما تتحط، والصينيه ديما تاعنا كاينه. علاه؟ لان قسنطينه بلاد الجود والكرم والاحسان. سي تون تراديسيون في العيد نتلاقاو سون ريان، نتلاقاو نديرو قعده هكا ديما قهوه العصر. حنا درك نتفكروا الكبار في هادو اللي تخلفوا، عدي عند كمال، عدي كذا، نتلموا جوج مع احبابنا، نقعدوا هاي قهوه، هذا طريف قاطو، نضحكوا نقصروا، هز دوزان نديروا رفده ولا زوج، نتنادموا في الشغالات تاع الشعراء. بور موا هذا عيد الروح للفنان، العيد الثاني تاع الفنان. في مليليتني فنان ناقين تيليد مكول ثمديت غار الطبله يتشورن طيزبانين القهوه ذلاتاي يمزدان قسنطينه قرنس القهوه اللاصر التيغيميث نلفن يغيد تساوين المديح ذت مدياس نطمنا طاقي. احنا الفنانين كيجي وقت الاصيل، هذا يعيطوا له الاصيل، كيجي وقت الاصيل نزيدوا نسكنوا. علاه؟ نتغرموا، نتفكروا الرمل مايا، نتفكروا بزاف حوايج، ونغفروا لبعضنا ونتسامحوا. يقدروا يصراو لي مونونتوندي، يصراو هذوك في العام يجي العيد يمسح كلش، نفتحوا صفحه بيضاء جديده، خلاص قلوبنا بويد، خلاص ما نقطعوش سيلة الرحم. وسيرتو الكبار تاع العائلات اللي هما فيهم البركة، اللي يحب يحوس على البركة والهنا في حياته يروح لسيلة الرحم الكبار. التغنيت نتذوك ليك وذسمح تيم ليليث نتزوري ير الحباب يكذي مولان إثوكسا نلخيق هما نمير الخبارات نوساكم نخيم ذي لنا غالين من قذي الخبارات إدي تاسم.